جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن نمثل بما يمثل به بعض النحويين في بعض النحويين في القسم من قولهم في ذمتي لا أفعلن كذا وفي يميني لا أفعلن كذا؟ لا يجوز هذا التعبير لأنه يشبه اليمين، وهو التزام. فإذا أراد أحدهم أن يلتزم فإنه يقول لك علي أن أفعل كذا وكذا، أو والله لا أفعلن، أو لا أفعل كذا وكذا، ويتجنب هذا اللفظ لأنه موهم للحلف. وبعض العوام لا يفرقون بين حروف القسم وغيرها. نعم.